لكن قبل أن نبدأ هذه الجولة، أعتقد أستاذ باسل الحيني عنده إعلان عايز يقوله في نهاية هذه الحلقة. أنا الحقيقة من منطلق إن إحنا عايزين نزود الوعي التأميني عموماً، لكن منطلق برضو الإعجاب ببناتنا وأولادنا اللي هم في البرنامج الفرصة، أنا عندي تو announcements، واحد من مصر تأمين واحد من مصر تأمينات الحياة. مصر التأمين بيساعدها إن هي كنا بنقول للتوب 5 بس دلوقتي بقى توب 6. بالنسبة للتوب 6 بنقدم discount 20% على وثيقة التأمين على السيارات ووثيقة التأمين الطبي. يا سلام، ده للستة، للتوب 6، الستة متسابقين اللي كانوا معانا، ست شركات المتسابقة، خفض أو خصم 20% على السيارات والطبي، على وثائق تأمين السيارات والوثائق الطبية أيضا. تأمين الطبي تمام. ده الإعلان الأول. الإعلان الثاني، احنا عندنا حاجة اسمها في مصر تأمينات الحياة، ودايما انا بروج لهذا ان التأمين ادخار واستثمار وليس فقط تعويض. فاحنا عندنا وثيقة اسمها معاش بكرة، دي وثيقة الحقيقة ممتازة، وهي عبارة عن حصالة، يعني بتخلي اللي بيستعملها بيحط فلوس في اي وقت ويعرف هو المعاش بتاعه في السن اللي هو اختاره هيطلع كام، وكل ما يحوش حاجة يحطها فيها وكل ما يحوش حاجة يحطها فيها. ودي احنا بنقدمها حصريا من خلال فروع البنك الاهلي، لكن احنا هنتفق مع البنك الاهلي ان احنا نقدمها من خلال برنامج الفرصة، ودي هتتقدم لل 55 مستثمر او ال 55 متسابق اللي ببرنامج الفرصة كلهم. ده يعني مؤسسين التوب 30 كلهم، كل مؤسسين، كل الموجودين هنا، يعني كل مؤسسين التوب 30 اللي هي الشركات ال30 اللي كانت معانا في هذه المسابقه. وسعداء ان احنا نحط كمبلغ رمزي، اول قسط، هو اول قسط بيبقى 500 جنيه، احنا هنحط 1000 جنيه في كل وثيقه علشان تبقى تشجيعا ليكم. يا جماعه ده كلام كبير، برافو، ده كلام كبير جدا. شكرا باسل الحيني، شكرا مصر القابضه للتامين، شريكنا الاستثماري.